مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من نبض الكرازة وحصاد لأهم ما شهدته الكنيسة القبطية داخل مصر وخارجها من أحداث هذا الأسبوع. مشاهدينا، نبدأ حلقتنا معكم بأهم العناوين. قداسة البابا طوادروس يدشن كاتدرائية دير القديس يحنس القصير بالعلمين. قداسة البابا طوادروس يستقبل نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوميوس بوادي النطرون. ونيافة الحبر الجليل الأنبا جوزيف الأسقف العام بإفريقيا يرحب بسفير مصر الجديد بالعاصمة النبيبية. أهلا بكم من جديد. دشن قداسة البابا طوادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية يوم السبت الماضي الكاتدرائية الجديدة التي تم بناؤها في دير القديس يحنس القصير بطريق العالمين بمشاركة عدد من أحبار الكنيسة. ولدى وصوله أزاح قداسة البابا الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشين الكاتدرائية، ثم ترأس صلوات تدشين مذابح الكنيسة والقداس الإلهي، وألقى قداسته عظة عنوان كيف تكون نفسك جميلة، كما افتتح المبنى الجديد لقلال الرهبان. نتابع. هذا المذبح بهذا الميرون المقدس على اسم القديس العظيم الأنبا يحنس القصير في كاتدرائية القديس العظيم الأنبا يحنس القصير بدير القديس العظيم الأنبا يحنس القصير العامر في برية وادي النطرون طريق العالمين افزماروت انجب فونوجانيس انشير ايسوس بخريستوس بنشويس. دشن قداسة البابا المعظم الأنبا طوادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صباح يوم السبت الماضي الكاتدرائية الجديدة التي تم بناؤها في دير القديس يحنس القصير بطريق العالمين بمشاركة 14 من أحبار الكنيسة، حيث أزاح قداسة البابا لدى وصوله الدير الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشين الكاتدرائية، والتقطت صور تذكارية لقداسته مع مجمع رهبان الدير. السنة اللي فاتت المجمع المقدس اعترف به بكدير رسمي في الكنيسة بعد تقرير كتبوه لجنة من الأساقفة كلفوا قداسة البابا ان يكتبوا تقرير عنه وزيارته بالصور والكلام ده، واتعرض على المجمع والكل أقر بمشروعية هذا الدير. كلنا فرحانين وسيدنا البابا فرحان، ويعتبر تعمير دير أنبا يحنس القصير ده حدث تاريخي، لأن دير أنبا يحنس أو أنبا يحنس القصير كان من آباء القرن الرابع، يعني أيام الأنبا فشوي والأنبا موسى الأسود وكل الآباء القديسين ومؤار والناس دي كلها. شهدت صلوات التدشين تدشين المذبح الرئيسي على اسم القديس يحنس القصير، والمذبح البحري على اسم الشهيد ماري مينا والقديس البابا كيريلوس السادس، والقبلية على اسم الشهيدين ماري جرجس وأبي سيفين، إلى جانب أيقونة حضن الآب وحامل الأيقونات. كلنا متهللين وفرحانين، أبونا قداسة البابا ووسط أولاده الأسقفة والرهبان وفي دير من الأديرة ومكان بيتعمر من جديد باسم قديس عظيم القديس يحنس القصير. نشكر ربنا على هذا اليوم المفرح اللي فيه تم تدشين هذه الكاتدرائية في دير القديس يحنس القصير. لا شك أن ده إحياء للتراث الرهباني في المنطقة وفي وادي النطرون كلها. يوم فرح ويوم بركة، ونحن نقوم بتدشين هذه الكاتدرائية في هذا الدير العامر على اسم القديس يحنس القصير، والذي نحتفل به في هذا اليوم بتذكار نياحته باعتباره واحدا من أباء البرية في القرن الثالث والرابع الميلادي. أجواء احتفالية وفرحة كبيرة هنا في دير القديس يحنس القصير بطريق العالمين الذي اعترف به المجمع المقدس في جلسته الأخيرة كدير ضمن أديرتنا القبطية، واليوم تكتمل الفرحة بمجيء قداسة البابا وتدشين هذه الكنيسة. كامل يوسف، سي تي في.
استقبل قداسة البابا تودروس الثاني يوم الجمعة الماضي في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بواد النطرون. نيافة الحبر الجليل الأنبا بخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، حيث دار اللقاء حول عدد من الأمور الرعوية. هذا واستقبل قداسة البابا تودروس الثاني يوم الجمعة الماضي في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بواد النطرون نيافة الحبر الجليل الأنبا إثيدوروس أسقف ورئيس دير القديس العذراء مريم البراموس بواد النطرون، حيث عرض على قداسته بعض الموضوعات الخاصة بالعمل في الدير. كما استقبل قداسة البابا تودروس الثاني يوم الجمعة الماضي في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بواد النطرون الراهب القمص بيجول الأنبا بيشوي الذي يخدم بالكويت، حيث اطمأن قداسته على الخدمة بكنيستنا هناك. استقبل قداسة البابا تودروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة يوم الخميس الماضي وفدا إعلاميا من جمهورية السودان وبرفقتهم وفدا من وزارة الدولة للإعلام المصرية برئاسة مساعد الوزير اللواء ناصر رضا. كما ضم الوفد عدد من الصحفيين ومقدمي البرامج بالتلفزيون والإذاعة السودانيين، ورحب قداسته بأعضاء الوفد ومرافقيهم مشيدا بالعلاقة التي تربط مصر بالسودان، وصفا إياها بأنها علاقة ممتدة بحكم التاريخ والجغرافيا حيث يربطهما نهر النيل في القلب. عقد قداسة البابا تودروس الثاني اجتماعا يوم الخميس الماضي مع كهنة كنائس شيكاغو وتوابعها في وسط غرب الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عبر شبكة الإنترنت من خلال تطبيق زوم، حيث ألقى قداسته كلمة روحية وأجاب على أسئلتهم واستمع إلى بعض الألحان الكنسية. ومن ناحية أخرى استقبل قداسة البابا تودروس الثاني في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بواد النطرون يوم الجمعة الماضي دارسي وإدارة معهد تاريخ الكنيسة بالمعادي بصحبة نيافة الحبر الجليل الأنبا دانيال أسقف المعادي وتوابعها وسكرتير المجمع المقدس وعميد المعهد. رحب قداسة البابا بالحاضرين وصحبهم في جولة بالمكتبة البابوية المركزية ومركز لوغوس، وألقى عليهم كلمة عن أهمية دراسة التاريخ عموما وتاريخ الكنيسة بصفة خاصة. هذا وقدم نيافة الحبر الجليل الأنبا دانيال درع المعهد لقداسة البابا تقديرا لرعاية قداسته للمعهد وللنهضة التي يقوم بها في جميع مناحي التعليم بالكنيسة. كما استقبل قداسة البابا تودروس الثاني الاثنين الماضي نيافة الحبر الجليل الأنبا إيلاريون أسقف إبارشية البحر الأحمر، حيث عرض نيافته على قداسة البابا عددا من الأمور الرعوية الخاصة بالإبارشية. تقرر أن تبث الحلقة الجديدة من برنامج 99 دقيقة للشباب مع قداسة البابا تودروس الثاني مباشرة على صفحتي المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والمركز الإعلامي القبطي، بالإضافة إلى صفحة كنيسة في بيتك المسؤولة عن برنامج 99 دقيقة، وذلك يوم الأحد الموافق 14 من شهر نوفمبر الجاري في 7:30 مساء. ومن المقرر أن يستقبل قداسته أسئلة واستفسارات الشباب من خلال التعليقات عبر الصفحات الثلاث. ألقى قداسة البابا تودروس الثاني عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء من المقر البابوي بالقاهرة، وبثت العظة مباشرة عبر القنوات الفضائية المسيحية دون حضور شعبي، حيث تناول قداسة البابا موضوع قيمة البركة في حياة الإنسان. نتابع. بركة الرب تغني حياة الإنسان، وكلمة البركة من الكلمات المثيرة والمدهشة في حياة الإنسان. البركة دي شيء غير ملموس، مش بنشوفه بعينينا لكن بنشعره، بنحسه، بنعيشه. وأحيانا أنت ربنا يحط بركة في قروش قليلة في إيدك، والقروش القليلة دي تربي بيها أولادك. وبالواحد يقول الولاد دول اتربوا ازاي؟ ما القروش لو جينا نعدها بالحساب لها 1 و2 و3، لكن لو جينا نشوفها في بركة ربنا هنلاقي كيف ان هذه البركة تجعل القليل كثير. اسمع يقول لك القليل الذي للصديق خير من ثروة اشرار كثيرين.
أنا عايز ألفت نظركم إلى أن كل عبارات وآيات الكتاب المقدس دي قوانين إلهية، قوانين لنا ومقدمة لنا نحن البشر عشان نفهم الحياة، وبيقدم لنا خلاصات، خلاصات الحياة الإنسانية. القليل الذي للصديق مقارنة في ناحية خير من ثروة أشرار كثيرين. يقول لك دول فيهم البركة، بركة ربنا خالص. وعايز أقول لك هنا يعني لفتة صغيرة، أن المال بيعتبر هو يعني عصب الحياة الإنسانية. المال يقف عاجزا أمام حاجات كثيرة خالص. يعني مثلا ممكن بالمال أشتري دواء، لكن ما أقدرش أشتري الصحة. ده ممكن بالمال أشتري سرير، سرير بكل إمكانيات اللي فيه، لكن ما أقدرش أشتري النوم. تعرفين دلوقتي فيه طب اسمه طب النوم، طب فرع تخصص من الطب، في ناس مش عارفة تنام، ويدرسوا طبعا الأسباب والفحوصات والأمراض وده كله، مهما صرفت مش عارف ينام. النوم ده في حد ذاته نعمة، الصحة عند الإنسان نعمة. وقيس على هذا أمور كثيرة، وطبعا باعتبارنا في زمن الكوفيد يعني كوفيد 19، كلنا قرينا أو سمعنا عن قصة المليونير اللي ملياردير عنده أموال طائلة، ولكن أصيب في نهاية حياته وجابوا له أجهزة التنفس ولم تسعفه ومات. وقفت بنته قالت حياته كلها يستنشق الهواء مجانا، الهواء بتاع ربنا، ولما جه يحتاج الهواء الصناعي من أجهزة التنفس لم يحصل عليه وانتهت حياته وأمواله لم تنفعه. افتتح معهد الدراسات القبطية يوم الجمعة الماضي الدراسة به، حيث بدأ بالقداس الإلهي بكنيسة القديسين البابا كيرولوس السادس والأرشدياكون حبيب جرجس بمقر الكلية الإكليريكية في القاهرة. من جانبه صلى القداس الإلهي نيافة الحبر الجليل الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنة والأشمونين ورئيس قسم اللغة القبطية بالمعهد وعدد من الأباء الكهنة وخورس المعهد وأعضاء هيئة التدريس والطلاب. كما تم استقبال الدارسين الجدد حيث تفقدوا مكتبة المعهد وأقسامه المختلفة. شارك معهد الدراسات القبطية يوم الأحد الماضي في احتفالية ومعرض يوم جمهورية مصر العربية بأكاديمية ناصر العسكرية بمجموعة من الإنتاج العلمي والفني للدارسين به، بخامات متعددة منها الأيقونات والموزايك والفخار والنسيج والأخشاب والزجاج والبردي وغيرها. واشتملت المعروضات على أعمال فنية عن رحلة العائلة المقدسة. وفي ختام الاحتفالية تم تكريم المعهد بشهادة تقدير من الأكاديمية، سلمها اللواء أركان حرب أيمن نعيم مدير الأكاديمية إلى الدكتور إسحاق عجبان عميد المعهد. ومن ناحية أخرى صلى نيافة الحبر الجليل الأنبا إيلانيون أسقف إباراشية البحر الأحمر القداس الإلهي يوم الجمعة الماضي في كنيسة القديس الأنبا بولا بالغردقة التابعة لمقر دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر. وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة عدد من أبناء الإباراشية شمامسة في رتبتي بسلطس وآخرين في رتبتي أغنوستوس وإبديكون. كما صلى نيافة الحبر الجليل الأنبا إيلاريون أسقف إباراشية البحر الأحمر القداس الإلهي يوم الأحد الماضي في كنيسة القديسة العذراء مريم والشهيدة بربارة بمدينة القصير التابعة للإباراشية. وعقب صلاة الصلح تمم نيافته صلوات رسامة 30 من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبسالتس وآخرين في رتبتي أغنوستوس وإبدياكون. صلى نيافة الحبر الجليل الأنبا يوقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنتا القداس الإلهي يوم السبت الماضي بكنيسة القديسة العذراء مريم بإسنا، ورقى نيافته عقب صلاة الصلح 3 من الآباء إلى رتبة القموسية.
ومن جانبه صلى نيافة الحبر الجليل الأنبا بنيامين مطران المنوفية القداسة الإلهية يوم السبت الماضي بكنيسة العلية مقر المطرانية في شبين الكوم، حيث سيم نيافته 4 شمامسة كهنة لخدمة الكنيسة. صلى نيافة الحبر الجليل الأنبا فلوباتير أسقف أبو قرقاس وتوابعها القداسة الإلهية يوم الثلاثاء الماضي في كنيسة القديسة العذراء مريم بالفكرية بمناسبة بدء العام الدراسي واستقبال دفعة جديدة من المرتلين بمعهد المعلم ميخائيل البتنوني. وقام نيافته بتدشين عدد من أواني المذبح وكذلك برسامة عدد من الشمامسة. كما صلى نيافة الحبر الجليل الأنبا فلوباتير أسقف أبو قرقاس وتوابعها يوم الأحد الماضي القداسة الإلهي بكنيسة الشهيد العظيم مرمين العجائبي بقرية كوم المحرس التابعة للإيبارشية. وخلال القداسة رسم نيافته 40 من أبناء القرية شمامسة في رتبة إبسلطس. ألقى نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس حدائق القبة والويلي ومنشية الصدر صباح يوم الأحد الماضي كلمة عبر قناة أون إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية. نتابع. كيف يكون لساني ينطق بالتسبيح؟ نوع جديد من الكلمات. رب المجد اليوم بيعلمنا هل فمي يسبح الله؟ عشان كده المزمور النهاردة بيقول أنت معين عزيز، فليمتلئ فمي تسبيحا لكي ما أسبح مجدك النهار كله لعظم جلالك. بيوجه ذهننا لنوع من الحياة هو حياة الملائكة، الحياة اللي ربنا خلقنا عليها إن احنا نكون بنرى مجده ونسبحه ولساننا ينطق بعجائبه. في المزمور يقول احمدوا الرب فإنه صالح وأن إلى الأبد رحمته. هل فمي يسبح الله ويمجده ويتحدث بعظائمه؟ الملائكة يوم ميلاد السيد المسيح تقول المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. هكذا أيضا التلاميذ الرسل القديسين كانت حياتهم مع بعض يقولوا كده، كانوا مواظبين على الصلاة وكسر الخبز، مسبحين متهللين في قلوبهم للرب. حتى لما كانوا بيتعرضوا للألام أو يتعرضوا للاضطهاد أو للتجارب كانوا يقولوا كده وذهبوا فرحين لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه. حياة الفرح والتسبيح واللسان الذي ينطق بعظائم الله وعجائبه. إنجيل هذا الصباح يا أحبائي من إنجيل معلمنا القديس ماري متى إصحاح 12 عدد 22. متى 12 عدد 22. موضوع في غاية الأهمية. جاءوا برجل أعمى وأبكم وعليه شيطان، فشفاه المسيح حتى أن الأعمى الأبكم تكلم وأبصر. أحبائي هذه المعجزة بتلمس كل واحد فينا، بتمس كل شخص فينا. عندما يتملك إبليس على الفكر وعندما يتملك الشيطان على غرائز الإنسان وأفكاره يظلم قلبه وعقله وأيضا عينيه. نظم قطاع كنائس حدائق القبة والويلي ومنشية الصدر مبادرة جديدة للشباب من أبناء القطاع بهدف تشجيعهم على القراءة، حيث بدأت فعاليات المبادرة التي تحمل عنوان شبابنا بيقرأ يوم الاثنين الماضي وتستمر طوال شهر نوفمبر. واختار منظم المسابقة كتاب عقيدة المسيحيين في المسيح لمثلث الرحمات المتنيح الأنبا يؤنس أسقف الغربية السابق ليقرأه الشباب خلال الشهر، على أن يجرى اختبار أونلاين يتحدد من خلاله الفائزين. نتابع. بسم الاب والابن والروح القدس الا واحد امين. كنايس منطقه القبه والعباسيه والويلي
ندعو حضراتكم للمشاركة في مبادرة بعنوان شبابنا بيقرأ. ندعو كل الشباب أنهم يقروا معنا كتاب في كل شهر. كتاب هيتوزع علينا، هيكون موجود معنا، علشان آخر الشهر هيكون في امتحانات أونلاين على جوجل فورم. حضرتك هتجاوب على الأسئلة اللي موجودة وهتيجي اسمك معنا في الفايزين، وهيكون في جوائز رائعة جدا كل شهر لكل كتاب بنقراه وبننتهي فيه مع بعض. عايزين كلنا نقرأ، عايزين كلنا نشجع بعض أن يكون في حالة من القراءة. كلنا بنقرأ، كلنا بنستمتع بالوقت وبنستفاد بالوقت، وبنقدر نقرأ ونتعلم أكتر فأكتر. المعرفة تقود بنا الحكمة ثم تؤدي بنا إلى القلب النقي. أدعوكم كلكم للمشاركة، شجعوا بعض نحن كلنا نقرأ كتاب في الشهر تحت عنوان شبابنا بيقرأ. ربنا يبارك. أقامت إبارشية المنيا يوم السبت الماضي ملتقى بحثي بعنوان المنيا التي لا نعرفها في مقر المطرانية، وذلك عقب القداس الإلهي بحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا ماكاريوس أسقف الإبارشية. وتم فيه تقديم 15 بحثا عن المنيا من مختلف الزوايا. بعد الفاصل نلتقي وأخبار المهجر، تابعونا. أهلا بكم من جديد. زار نيافة الحبر الجليل الأنبا جوزيف الأسقف العام بإفريقيا يوم الجمعة الماضي مقر السفارة المصرية بالعاصمة الناميبية ويندهوك للترحيب وتقديم التهنئة باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للسيد وائل لطفي سفير مصر الجديد في ناميبيا. وناقش نيافته مع السفير الجديد المجالات التي يمكن أن تساهم فيها الكنيسة لخدمة الشعب الناميبي وتوطيد العلاقات بينه وبين الشعب المصري من النواحي الطبية والتعليمية والثقافية ومجالات التنمية المستدامة. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا هاتفيا نيافة الحبر الجليل الأنبا جوزيف الأسقف العام بإفريقيا. أهلا بنيافتك معنا يا سيدنا. سلام ونعم يا نانسي، أهلا بيك. كل سنة ونيافتك طيب وبخير، وعايزين نعرف من نيافتك تفاصيل أكثر حول هذه الزيارة. الحقيقة نعمة ربنا، سيادة السفير وائل لطفي لما عرفت إن هو يعني هيكون سفير مصر في ناميبيا تواصلت معاه قبل مجيئه بفترة. هو إنسان يعني فعلا خير من يمثل مصر، وهو إنسان يعني فعلا ذو علم وذو ثقافة ووطني بالفعل، وفعلا بيحب مصر جدا وبيحب ان يتعاون مع الكنيسة لتكون يعني قنوات تواصل بين مصر وبين ناميبيا في كل المجالات حلوة ذكرتيها دلوقتي فعلا. وهنأت طبعا بالمركز المرموق اللي هو ربنا يعني اختاره لي، وفي نفس الوقت رحبت بيه جدا، وكان معايا دكتور باسم فوزي وده من كبير المصريين هناك، وكان معانا ايضا سياده القنصل محمد بيه خاطر قنصل مصر هناك في ناميبيا، وكانت قاعده وديه جدا، وشرحت له ازاي ان الكنيسه القبطيه تعتبر احدى القوى الناعمه طبعا في التقارب بين الشعوب وبعضها، وافهمت في الشرح معاه ازاي ان احنا بنقدر نخدم هذا الشعب الطيب من كل النواحي الطبية والتعليمية والثقافية والتنمية المستدامة، وشرحت له أفكارنا كلها، وأدى الحد حلو قوي 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 إن هو يقدر يكون في ظهرنا في هذا الموضوع من أجل التقارب بين مصر وناميبيا. وكان لقاء جميل قوي، استمر لمدة ساعة تقريبا، وكان مثمر جدا، ودي عادة حقيقي وصدق كل السفراء المصريين في القرن الأفريقي تحت في الجنوب، متعاونين جدا جدا في كل النواحي. واضح جدا. سيدنا نيافتك قمت بالعديد من الزيارات لعدد من الدول الأفريقية في الفترة الأخيرة، لو نلقي الضوء على هذه الزيارات. حضرتك في الفترة الحالية أنا مقيم في ناميبيا وبخدم فيها كويس قوي، ومعايا اثنين أبائي وأباء حلوين قوي، أستاذ جوم وأستاذ موسى،
والاثنين وابونا جون بيخدم في العاصمه ويندوك، وابونا موسى بيخدم في الشمال في اومبانجوا، والخدمه بتاعتهم جميله جدا، والشعب النميبي حبيبهم جدا وبيحب الكنيستا القبطيه وبيتذكر الخدمات اللي بتقدمها فعلا للشعب هناك ومتعاون معاه جدا. ايضا ربنا سمح لي الفتره اللي فاتت اروح حوالي اسبوعين زيمبابوي، ودي كانت اول زياره ليا لانها كانت الفتره اللي فاتت قبل سبب الكوفيد 19. الحمد لله برضه كانت زياره موفقه، وزرت كابتن السفير محمود بيعمل هناك وكانت زياره جميله جدا ومثيره، وبعرفت برضه نفس فكر الكنيسه القبطيه في كيفيه مساعدتها في التقارب بين الشعوب والخدمات اللي بتقدمها، وتعاون معانا تعاون كبير جدا، وزرت الاماكن الكنسيه هناك، وكان في هناك ابونا دانيال وهو مصري، وفي ابونا مايكل وهو زيمبابوي، وقعدنا مع بعض وصلينا مع بعض وافتقدنا الشعب وخدمنا معهم حلو قوي، وبنفكر في تنميه الاماكن دي كويس قوي. زي من الامثله الطيبه في بدايتها بنفكر طبعا نعمل ابيار ميه في كل كنيسه عشان تخدم الشعب حوالينا، ندخل الكهرباء لبعض الكنايس، نعمل حضانه، مدرسه، مراكز طبيه مبسطه في الاول زي بولي كلينك بحيث نقدر نخدم الشعب. واضح ان نيافتك بتتكلم عن دور مجتمعي قوي من الكنيسه ناحيه الشعب او المكان اللي هي متواجده فيه بغض النظر عن ديانه اللي هيستخدموا هذه الخدمات. ما فيش اي نوع من التمييز، ما فيش ديسكريميشن عندنا خالص، احنا بنخدم الكل. وسالوني السؤال ده حضرتك سؤالك اكثر من رائع. اشكرك. قالوا لي هتساعد الكل، قلت لهم هساعد الكل، احنا بشر، احنا انسانيه. فكل على راي احد الفلاسفه قال كن انسانا وكفى. الكنيسه هي بالاولى ان تقدم هذا المثل في التعامل مع الكل دون اي تمييز. بصدق بنخدم الكل دون اي تمييز. فهكذا تعلمنا وهكذا نعم بصدق. صحيح يا سيدنا. طيب اكيد اه اتفضل. زرت جنوب افريقيا برضه، كان زرت خدت بركه ناس الحبر الجليل، كان المطران الجليل الان بطل مرقص، وقعدت معاه شهر هناك، وبرضه زرت سياده السفير هناك وكان متعاون معانا جدا، وهو احمد بيل فضلي، وهو سفير مصر المقيم في جنوب افريقيا وسفير مصر الغير مقيم في بوتسوانا، وانسان مثقف محترم جدا، وقال لي انا معكم للتقارب بين الشعوب، وابتدى يمد ايادي بيضاء قويه جدا جدا في بوتسوانا، لانها برضه تقع في مسؤوليه خدمتي ناخد بركتكم، والتعاون جميل جدا جدا جدا، وكان زياره موفقه جدا جدا، وزرت اماكن كثيره جدا في جنوب افريقيا، جوهانسبرج وفي التاون وحاجات اخرى وبلاد اخرى، كانت زياره موفقه جدا جدا، وافتقدت الشعب هناك وخدت بركتكم كلهم بالفعل. وفي دير هناك وحاجه، كانت زياره مباركه من ربنا فعلا. هايل، ده نشاط كبير قوي يا سيدنا، والحقيقه بيوضح قد ايه الكنيسه ليها دور قوي جدا في افريقيا، وحقيقي هي بتقوم بدور قوي ولها قوه كبيره، يعني زي ما بنقول كده قوه ناعمه ومؤثره في المحيط الافريقي. احنا كمان يعني زي ما العالم كله تاثر، اكيد الكنائس اتاثرت بجائحه كورونا، يعني هل في اجراءات معينه بتتم؟ هل نيافتك بتتابع ما يتم في الكنائس من اجراءات احترازيه وقائيه؟ هل في بعض الأماكن لسه يعني مقفولة، ولا كل الكنائس بيتم فيها الصلوات بشكل مستمر؟ شوفي حضرتك، بالنسبة لناميبيا وزيمبابوي في الوقت الحالي هي مفتوحة تماما، وفعلا الكوفيد 19 أو الكورونا مش متواجد دلوقتي هناك، يعني ما بنسمعش عنها في الوقت الحالي بسرعة. بوتسوانا ابتدت تفتح حقيقي وتستقبلنا، مظبطة استقبلتنا، ودي نسيت ألحق عليها برضه، في احد الاباء الكهنه اللي بيخدم في ملاوي، لان ملاوي لسه ما فتحتش، لكن في فضل انها تفتح بنعمه ربنا قريبا. فابونا راح استاذنا مقدسه البابا يعني اطال الله عمره وحضريته للكنيسه، وسمح لنا نخدمهم هناك، وراح ابونا هيقعد معاهم حوالي اربع اسابيع، وهيقابل سياده السفير هناك ايضا، ويخدم الشعب القبطي هناك ويشوف كيف يقدر يتواصل معاهم، فسمح لنا بالزياره. في الجنوب، في القرن الجنوب الافريقي مسموح لنا اكثر نتحرك، ومفيش اي ريستريكشن، غير ان طبعا بنحترف في الكنايس لازم نكون في ماسك، ولازم طبعًا في الحراره طبعًا، ولازم برضه بيبقى في زي سانيتايزر زي هو داخل يعني، وفي تباعد الناس وبعضها، يعني كل الحاجات دي لازم نحترف. انا عشت ايام بنعمه ربنا ايام الكوفيد، ما كان منتشر من فتره طويله،
وكان الجاذرنج بتاعتي قالوا رئيس الجمهوريه الجاذرنج زيرو نحترم، جاذرنج 10 نحترم، جاذرنج بقى 50 نحترمه. في اي وقت بيعملوا حاجه احنا بنحب نحترم المسؤوليه ونحترم المسؤولين ونقول لهم احنا هنلتزم ده، وفعلا بنلتزم. وبين وقت ما بيصح ده ويسحب الفني بعد كده بقدر الامكان بنحترم. هكذا تعلمنا وهكذا نعمل. ده حقيقي. ايضا احب اضيف حاجه حضرتك بعدين، انا قدرت البابا فيه بان انا اخدم كل الناس دي فعلا، وده قلبه مليان كده، مليان قلب، مليان حب وانتماء للقاره وانتماء وطني جميل جدا. وعايز اقول لحضرتك ان الناس كلها فخوره بمقابلته ليهم، يعني اي سياده سفير بيجي بيقابل قدرت البابا طبعا شيء جميل جدا. ده حقيقي. انا بتكلم بصدق يعني، وهم اللي بيقولوا الكلام ده كله وفرحانين بمقابلته. حيا سيدنا، احنا بنفخر جدا بكل الانشطه اللي بتقوم بيها الكنيسه جوه مصر، وبنفخر بشكل مضاعف لما بتكون الانشطه دي كمان بره مصر، وخصوصا في افريقيا، لانه حقيقي الدول الافريقيه محتاجه دعم كبير جدا، محتاجه تنميه، محتاجه اننا نكون داعمين وسندين. بنفخر بالكنيسه لما بتكون هي القائمه بهذا الدور. انا بشكرك جزيل الشكر نيافه الحبر الجليل الانبا جوزيف الاسقف العام بافريقيا، كنت معنا في نبض الكرازه. ونعود مشاهدينا مره اخرى الى اخبار المهجر، حيث صلى نيافه الحبر الجليل الانبا دميان اسقف ورئيس دير القديسه العذراء مريم والقديس موريس في هوكوستر والكنائس المحيطة بألمانيا القداس الإلهي يوم الاثنين الماضي بكنيسة القديسين قزمان ودميان، ورسم نيافته خلال القداس أحد أبناء الكنيسة في رتبة إبسالتس. استقبل نيافة الحبر الجليل الأنبا أنطونيو أسقف ميلانو وتوابعها السفيرة منال عبد الدايم قنصل مصر بميلانو في دير القديس الأنبا شنودة بميلانو، حيث جرى بينهما حوار حول كيفية التعاون المشترك لخدمة المواطنين المصريين القاطنين بشمال إيطاليا والعمل على زيادة ارتباطهم بالوطن الأم. كما افتتح نيافة الحبر الجليل الأنبا أنطونيو أسقف إيباراشية ميلانو وتوابعها معرضا عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تنظمه الإيباراشية بحضور كاردينال ورئيس أساقفة ميلانو للكنيسة الكاثوليكية وعدد من رعاة الكنائس والأباء كهنة الإيباراشية وعدد من الإيطاليين والمصريين. ومن المقرر أن يستمر نشاط المعرض حتى فبراير المقبل في عدد من الكنائس في شمال إيطاليا، والذي يتناول تاريخ الكنيسة القبطية وشهدائها وأهمية الفن والأيقونة القبطية، وكذلك كنائس الإيباراشية وكيف تأسس على يد مثلث الرحمات المتنيح الأنبا كيرولوس مطران ميلانو. بعد الفاصل نلتقي وأخبار الكنيسة في الصحافة، تابعونا. أهلا بكم من جديد. نبدأ جولتنا الصحفية من موقع جريدة وطني، ونقرأ يوم الأربعاء الموافق الثالث من شهر نوفمبر الجاري تحت عنوان دير الأنبا صموئيل يعلن فتح أبوابه لإحياء ذكرى شهداء الحادث الثاني الجمعة المقبل. أعلن دير الأنبا صموئيل المعترف بالمنيا فتح أبوابه أمام الزائرين يوم الجمعة 5 نوفمبر، وذلك لإحياء الذكرى السنوية الثالثة لشهداء دير الأنبا صموئيل في الحادث الثاني الذي وقع في نوفمبر 2018. وأشار الدير إلى أن يتم الدخول ابتداء من الساعة 7 صباحا والخروج بحد أقصى الساعة 4 مساء، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا والالتزام بالتباعد بقدر الإمكان وخصوصا مع الأباء. وذكر الدير أنه ستقام 3 قداسات في نفس الوقت، منها قداس بكنيسة الشهداء واثنين بالكاتدرائية. ومن موقع جريدة وطني نقرأ أيضا يوم الأربعاء الموافق 3 نوفمبر الجاري تحت عنوان الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية تستعد لإقامة نهضة روحية لكاروز الديار المصرية.
تستعد الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية لبدء النهضة الروحية للقديس مرمرقس كاروز الديار المصرية ابتداء من يوم الجمعة 5 نوفمبر حتى 2 نوفمبر الجاري لمدة 4 أيام، حيث تبدأ صلوات العشية يوميا من الساعة 6 مساء ويتزامن معها القداسات الإلهية صباحا بمناسبة عيد ظهور رأس القديس العظيم مرمرقس وتكريس كنيسته. ويأتي الاحتفال حسب التقويم القبطي، حيث يدون السنكسار أنه في اليوم الموافق 30 من شهر بابا ظهور رأس مرمرقس الرسول كاروز الديار المصرية ومؤسس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وقال القوموس إبراهيم إيميل وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية إن نهضة عيد ظهور رأس القديس العظيم مرمرقس وتكريس كنيسته سوف تتم على 4 أيام بنظام الحجز المسبق، وذلك تماشيا مع الإجراءات الاحترازية المشددة التي تتخذها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لمواجهة فيروس كورونا حفاظا على سلامة الحضور بالكنيسة. ونختتم جولتنا من موقع جريدة وطني ونقرأ أيضا يوم الأربعاء الموافق 3 نوفمبر الجاري تحت عنوان وفد من جامعة سوهاج يزور الدير الأحمر. استقبل دير القديسين الأنبا بيجول والأنبا بيشاي بالجبل الغربي في سوهاج الدير الأحمر أمس الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج ووفدا من عمداء الكليات وقيادات الجامعة، حيث استقبلهم الراهب القمص أنطونيوس الشنودي أمين الدير، وأبدأ الضيوف إعجابهم بالدير، كما ألقى نائب رئيس الجامعة الدكتور عبد الناصر ياسين كلمة باللغة القبطية. مشاهدينا، إلى هنا انتهت حلقتنا، بقي فقط أن نذكركم بأهم العناوين. قداسة البابا طوادروس يدشن كاتدرائية دير القديس يحنس القصير بالعلمين. قداسة البابا طوادروس يستقبل نيافة الحبر الجليل الأنبا بخوميوس بواد النطرون. ونيافة الحبر الجليل الأنبا جوزيف الأسقف العام بإفريقيا يرحب بسفير مصر الجديد بالعاصمة الناميبية. ختاما مشاهدينا الكرام، نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.